لو مستعجلة على المحاضرات ممكن تدخلي انت وانا هشرب كوباية شاي وامشي على طول. لا لا ما تمشيش، انا عايز اعرفك على وائل. وائل ماهر باشا منورنا. صافي بتحكي لي عنك كتير وبصراحة يعني كان نفسي اقعد اتكلم معاك من زمان. ان شاء الله. انت دفعة صافي؟ لا. بتدرس نفس تخصصك؟ برضو لا. امال في ايه يا صافي؟ انت بتحبي المزيكا وعايزاه اعلمك؟ يا ريت. تعرف انا ماليش في ميوزك. امال هنتكلم في ايه؟ ماشي. عايزه تصرفي على الشريط بتاعه وتنتجي كاسيت؟ ماهر ده كلام. وائل عنده المنتج بتاعه، مش محتاج مني اي حاجه. طب ما تخليه يتكلم شويه. يا ماهر باشا انت مديني فرصه نتكلم، ما انت اللي نازل دب دب. قافش قوي. قافش؟ انت تعرفني؟ على فكره انا جاي عشان اعرفك. طيب انت مين اصلا بقى؟ انا وائل ابن دكتور عبد الوهاب، دكتور الجمال هنا في الجامعه. دكتور الجمال؟ الجمال. اهلا وسهلا. خير يا دكتور؟ برضه قافش على فكره، مش انا اللي دكتور، ابويا اللي دكتور. طيب انا مش فاهم في ايه. ماهر وائل عايز يخطبني. اعمل ايه يعني في الموضوع ده المفروض؟ بتعمل كتير. احنا محتاجينك معانا عشان تدعمنا، عشان نقعد مع عمي. عمي عمك؟ ان شاء الله. ماشي ماشي يا صف. ماهر انا عارفه ان انت هتساعدني صح؟ ماهر